السلام عليكم شباب، اليوم نكمل chapter 2 part 3 ورح نتطرق إلى طريقة learning curve cost model، وهي طريقة تقدير وحساب التكاليف أي cost estimating، وتتم حساب التكاليف من خلال إحدى الطرق التالية، وهي أولا إما عن طريق عمل doubling للnumber of units products أو من خلال حساب learning curve formula أو عن طريق استخدام الجداول الجاهزة للlearning curve tables. تعتبر طريقة learning curve model أو experience curve model هي إحدى الطرق المهمة والأساسية في حساب وتقدير التكاليف، وتسمى أيضا بالimprovement and learning curve، وتعتمد هذه الطريقة على مبدأ التعلم يطلق عليه باسم learning، وأن عملية التعلم أساسا تقوم على number of repetition أي عدد مرات التكرار لإنجاز مهمة معينة تعرف باسم task. ومثال على ذلك، إذا كان لديك كتاب يتطلب قراءته للمرة الأولى 10 ساعات، فإن قراءته للمرة الثانية أي تكرار عملية القراءة سوف تكون على سبيل المثال 8 ساعات، فهذا معناه أنه تم تقليل الزمن المطلوب لأداء مهمة قراءة هذا الكتاب بنسبة 80%، ويطلق على هذه النسبة باسم Learning Rate Factor، وبالتالي رح يكون عدد الساعات التي تم تقليلها هي 10 ناقص 8، وتكون 2 ساعات، وهذه الفترة الزمنية تعني هنالك ريدكشن أي تقليل في فترة إنجاز هذه المهمة بمقدار 2 ساعات عن الوقت الأصلي الأوريجينال المتمثل ب10 ساعات، وبتكرار أيضا مهمة قراءة هذا الكتاب ل3 مرات أو ل4 مرات أو ل10 مرات، في كل مرة سوف يتم تقليل الزمن المطلوب لغرض إتمام قراءة هذا الكتاب، وبالتالي راح يكون هنالك سرعة في أداء هذه المهمة، وتصبح هذه المهمة faster and more accurate في كل مرة، وبالتالي تزداد كفاءة الإنتاج أو يطلق عليها ب increase the efficiency. فرضية القائمة ل learning curve model تعتمد على تقليل الزمن اللازم لإنتاج اليونت بنسبة ثابتة constant percentage، تسمى ب learning curve percentage او learning curve rate، وعلى اساس هذه النسبة على ان يكون هنالك مضاعفة عندما يتم مضاعفة number of units، وهذا معناته انه عند مضاعفة number of units product واتمام انتاجها، فهذا معناته هنالك تقليل في زمن المطلوب لانتاج هذه الوحدات، وهذا التقليل او هذا الريدكشن راح يكون بنسبة ثابتة تسمى ب constant percentage، وتعرف بالlearning curve percentage أو learning curve rate. بالتالي يمكن القول بأن learning curve slope يشير إلى how fast learning occur، أي بمعنى أنه الميل الخاص بمنحنى التعلم يشير إلى مقدار سرعة التعلم، وكلما زادت سرعة التعلم كلما قل الزمن المطلوب لغرض إنجاز المهمة أو إنتاج الوحدات. الشكل التالي وضح لنا علاقة الـ experience مع الـ learning، ويسمى هذا باسم الـ S curve أو sigmoid curve، ونلاحظ أنه العلاقة هي عبارة عن relation non-linear model، وتأخذ وضع الـ exponent، وكلما زادت الـ experience نلاحظ أن هنالك زيادة في الـ learning rate، وبالتالي بالإمكان تحديد مقدار أو نسبة الـ learning rate من هذا الـ curve. فعلى سبيل المثال بالإمكان تحديد learning rate بنسبة 70% أو 80%. ولغرض تطبيق learning curve model يتم من خلال 3 طرق. الطريقة الأولى من خلال عملية doubling للnumber of units أو من خلال حساب learning curve formula، أما الطريقة الثالثة من خلال استخدام الجداول الجاهزة للearning curve tables. وبالنسبة إلى الطريقة الأولى هي doubling number of units، رح نأخذ مثال يوضح لنا كيفية حساب قليل الزمن عند مضاعفة الإنتاج أي عدد الوحدات المطلوب إنتاج.
إنتاجها. فإذا افترضنا بأنه الزمن المطلوب لغرض إنتاج اليونت رقم 60 the 60th unit تطلب مثلاً 1 days أي 24 ساعة، راح نرسم على المخطط التالي وهو number of completed units مقابل average time مقاس بالhours. فإذا كان الزمن المطلوب لغرض إنجاز اليونت رقم 60 هو 24 ساعة، فما هو الزمن المطلوب لإنتاج اليونت 120 أي عند مضاعفة الإنتاج إلى 120 يونت؟ وعندما يكون لدينا learning rate factor هو 80%، ففي هذه الحالة رح يكون الزمن المطلوب لإنتاج اليونت 120 هو 80% من الزمن 24 hours، وبالتالي رح يكون هذا الزمن هو 19.2 تقليل بزمن الإنتاج بمقدار 5 ساعات ما بين اليونت 60 واليونت 120. وأيضا بإمكان تكرار هذه العملية عند مضاعفة الإنتاج إلى 240، ففي هذه الحالة يمكن حساب الزمن لليونت 240 من خلال 80% من الزمن 19.2، وبالتالي رح نلاحظ هنالك ريدكشن أي تقليل بالزمن المطلوب لغرض إنجاز اليونت 240، وهذا معناته improvement بالأداء، وأيضا معناته أنه زيادة في كفاءة الإنتاج، وأيضا تقليل الزمن هذا رح ينعكس على الكوست بدلالة الدولار. فأما إذا أخذنا قيمة learning rate لحالة 70% رح يكون في هذه الحالة لليونت 120 و70% من قيمة 24 hours، ورح يكون تقريبا 16.8 hours لغرض إنتاج اليونت 120. وبمقارنة حالة learning rate ل70% مع 80%، نلاحظ 80% من learning rate تعطينا 20% من duration reduction أي تقليل في الفترة اللازمة للإنتاج، بينما 70% من learning rate تعطينا نسبة 30% من تقليل للفترة المطلوبة لغرض الإنتاج، وبالتالي يكون الكير في حالة 70% هو أفضل من حالة 80%. وعليه يمكن القول بأن الريدكشن إن ذا تايم يعتمد على الليرنينج كيرف ريت، وأن المثال التالي وضح لنا حالة الدبلينج نمبر أوف يونتس من خلال مضاعفة النمبر أوف بروتكس. فإذا كان إنتاج الفيرست يونت يتطلب على سبيل المثال 20، وإذا كان الليرنينج كيرف ريت هو 80%، ففي هذه الحالة لغرض معرفة الزمن اللازم لإنتاج ذا سكند يونت، ففي هذه الحالة رح يكون 80% من الزمن الأول، وبالتالي راح يكون عندنا زمن الإنجاز أو إتمام هذا اليونت هو 16 hours، وبالتالي راح يكون عندي reduction بالduration بمقدار 4 hours، وهذا معناه أنه راح يتم تقليل الزمن المطلوب لإنتاج اليونت رقم 2. وبنفس الكلام إذا ضاعفنا اليونت إلى 4 يونت، فإن الزمن المطلوب لغرض إنتاج الفورث يونت راح يكون هو 80% من زمن 16 hours، وراح يكون 12.8 hours. الزمن المطلوب لإنتاج اليونت رقم 8 هو 10 ساعات و24 بالمئة، وبالتالي راح يكون هنالك فرق بين ساعتين تقريبا ونصف بين ما بين اليونت رقم 4 واليونت رقم 8، وهكذا بالإمكان مضاعفة number of units، وبالتالي نحصل على reduction أكثر أي تقليل أكثر في زمن الإنتاج. ويمكن القول بأن 80% من learning curve rate تشير إلى 20% من التقليل في الزمن المطلوب للإنتاج أي reduction in protection duration في كل مرة يتم فيها مضاعفة الإنتاج أي عمل doubling للnumber of units. أما الطريقة الثانية في حساب الكوست فتعتمد learning curve formula وتسمى أيضا بالright model أو cumulative average model، والفورمولا تعرف بالشكل التالي لعدد N من units، وحيث أن N تمثل number of completed units، وأن الفورمولا تكون بالشكل التالي T of N تساوينا T1 في N إلى B، حيث أن T1 تمثلنا time required لغرض
produce or perform the first unit. أما T of N هو time required to perform the nth unit, أي للزمن المطلوب لإنتاج اليونت رقم N. وال B تمثل constant يعتمد learning curve percentage ويتم حسابه من خلال النسبة اللوج لهذه البرسنتج إلى لوج 2 أو لين للبرسنتج إلى لين 2. وبالإمكان حساب هذه الفورمولا بشكل كيرف عندما يتم تغيير قيمة الان من 1 إلى عدد مثلا ان تساوي 20، وبالإمكان رسمها بالشكل التالي. أما البي فهي كونستنت تعتمد على الليرنينج كيرف برسنتج ويطلق عليها باسم الليرنينج كيرف اكسبوننت. وأن المعادلة تي اوف ان تعتمد النظام الثنائي في حساب قيمة البي، وهذا معناته في حالة عمل دبلينج للبروتكس من خلال الترتيب من خلال الانتاج الوحدات بنظام الثنائي 1 2 4 8 16 and so on. وبالتالي بالإمكان حساب 2 إلى أس بي رح يساوي لنا قيمة learning rate percentage. فإذا كان على سبيل المثال قيمة البي تساوي لنا 85% إلى لين 2، فإن هذا معناته أنه 2 إلى أس بي رح يساوي لنا 85%. فلو فرضنا بأن الـ T1 أي الزمن المطلوب لإنتاج الـ First Unit هو 9.6 minutes، وأن الـ Learning Curve Percentage هو 85%، فبإمكان أولا حساب قيمة الـ B من خلال log 85% إلى log 2، راح يكون قيمة الـ B هو سالب 0.2345، وبالتالي راح تصبح عندنا معادلة عامة بإمكان حسابها لأي قيمة من N. فإذا كانت قيمة N تساوي 1 فإن الزمن اللازم لـ T1 هو رح يبقى نفسه 9.6، أما إذا كان الزمن المطلوب لـ اليونت رقم 2 ففي هذه الحالة رح نطبق 9.6 في 2 إلى باور سالب 0.2345 التي تمثل قيمة الـ B، وبالتالي بالإمكان تحديد الزمن اللازم لإنتاج Second Protect. أما إذا كان المطلوب إنتاج اليونت رقم 4 فبهذه الحالة راح يكون T of 4 يساوي لنا T1 9.6 مضروبة في 4 إلى قيمة LB. وفي هذه الحالة راح نشوف T of 4 راح تكون هي تقريبا 85% من قيمة T of 2، وهكذا بالإمكان استخدام تقنية دبلينج من خلال هذه الفورمولا والتي تتفق مع طريقة doubling number of units. بإمكان تطبيق هذه الفورمولا لعدد N من الوحدات، وبالتالي بالإمكان رسم الكيرف الخاص بالليرنينج كيرف فورمولا من خلال عدد الوحدات إلى الأفريج تايم المطلوب بدلالة المينتس أو الأورز بدلالة T of N. ناخذ مثال يوضح لنا حالة learning curve formula. نفترض time required to produce the first unit هو 9.6 minutes، وأن learning curve rate للإنتاج هو 85%، والمطلوب تقييم وتقدير الزمن المطلوب لإنتاج كل يونت لعدد 20 يونت، وأيضا حساب total cumulative time أي الزمن التراكمي لكل اليونتات المتمثلة ب 20 يونت، أيضا حساب total labor cost أي حساب التكاليف الأيدي العاملة الكلية. إذا كان تكلفة الكوست لليد العاملة بير أور يصل إلى $22، وإن العمل يتطلب على الأقل 2 skilled worker، ولإنتاج كل منهم ينتج بحدود 20 يونت. السوليوشن يكون من خلال تطبيق الفورمولا الخاصة بـ learning curve formula T of N تساوي لنا T1 في N إلى B، ويتم حساب أولا قيمة الكونستنت B وهو لين برسنتج إلى لين 2، وفي هذه الحالة عندنا learning curve rate هو 85%، وراح يكون قيمة البي هو سالب 0.2345،
وبالإمكان تطبيق هذا الكونستانت في الفورمولا التالية لعدد N متغير من 1 إلى 20. فإذا كانت قيمة N تساوي 1 وأن قيمة T1 9.6 راح تكون ثابتة وتمثل الانيشيال فاليو تايم ريكوايرد للفيرست يونت، وبالتالي راح يكون قيمة T of N هو نفسه 9.6، أما حساب الزمن اللازم للسكند يونت فبإمكان تعويض قيمة N تساوينا 2 وبالتالي راح يكون قيمة T of N هي 8.6 باستخدام الفورمولا. أما إذا كان المطلوب حساب T of 4 فهذا معناته عمل duplicated للعدد الوحدات، فبالإمكان تطبيق الفورمولا الخاصة بالduplicated مباشرة من خلال 85% حتكون من الزمن للT of 2، أو بالإمكان تطبيق الفورمولا أعلى T of 4 تساوينا T1 هي 9.6 مضروبة في N4 مرفوعة إلى سالب 0.2345. وإذا كنا نريد أن نحسب التايم ريكوايرد لليونت على سبيل المثال 6، فبإمكان تطبيق الفورمولا مباشرة T1 9.6 مضروبة في 6 مرفوعة إلى قيمة LB، وهكذا يتم تطبيق هذه الفورمولا لعدد N يتراوح من 1 إلى 20 يونت. ولاحظ أنه من خلال هذا الجدول بالإمكان رسم هذه القيم بخلال الكيرف التالي، وهو علاقة الN مع T of N، إنه هذا الكيرف يحدث فيه ديكريز عند زيادة النمبر of units، إن زمن المطلوب لإنتاج اليونت رقم 16 يصل إلى 5 منت مقارنة مع الزمن المطلوب لإنتاج الفيرست يونت، وبذلك راح نشوف بأنه هذا الزمن تقريبا يكون ثابت في إنتاج الوحدات اللي تتراوح ما بين 17 إلى 20 يونت، ويقل ما في حالة إذا كان النمبر of units هو 32 يصل إلى 4.25 من المينت، وهذه القيمة بالإمكان الحصول عليها من خلال حاصل ضرب 85% من قيمة 5 مينت للحالة السابقة. وبالإمكان حساب هذه القيمة إما باستخدام الفورمولا الخاصة أعلى أو بخلال عمل دبلينج للنمبر أوف يونيس وضرب هذا التايم بقيمة 85%. كان حل هذا المثال مرة أخرى ومعرفة تأثير الليرنينج كيرف ريت إذا كان قيمته 70% أو إذا كان قيمته 90%، وفي كل حالة راح تكون قيمة البي مختلفة وبالتالي راح نحصل على قيمة مختلفة لقيمة T of N لحالة LR ل 70% ول LR ل 90%. أما حساب الزمن الكلي أو Total Cumulative Time لغرض إنتاج 20 يونت فهو حاصل جمع الزمن الأول T1 زائد T2 زائد T3 إلى T of 20، أي بمعنى يتم جمع الأزمنة المطلوبة لإنتاج كل يونت، وبالنتيجة رح يكون عندنا Total Time Cumulative Time رح يكون هو 119.8 منت، أي تقريبا 120 منت، وهذا يقابل 2 hours. وإذا كان العمل يتطلب two skilled worker أي اثنين من العاملين الماهرين في إنتاج 20 يونت فبالنتيجة رح يكون عندنا تكلفة الساعة الواحدة هي $22 لساعتين، رح يكون عندي $44 للعامل الواحد. أما إذا كان عندي two workers فرح يكون total cost للأيدي العاملة هو $88. ناخذ اكسرسايز لحاله ليرنينج كير فورمولا باستخدام تيبل. اذا افترضنا عندنا شركه اي بي سي تقوم بانتاج 5 وحدات وباعتماد ليرنينج كير ريت هو 80%، وان تكلفه الاي دي العامله لابور كوست بير اور تصل الى $50، وان التايم ريكوايرد لانتاج الفيرست يونت يكون بحدود 100 ساعه، فالمطلوب هو estimate the total accumulative time for each 5 units أي حساب الزمن المطلوب لكل unit وأيضاً total accumulative time لكل units، وثانياً المطلوب هو إيجاد the average cost per unit لكل unit يتم إنتاجها. والجدول التالي وضح لنا العمليات الحسابية باستخدام الفورمولا. فإذا كان عندي إنتاج unit رقم 1 راح يكون time required
ستاندرد للإنتاج هو نفسه 100 أورز، وأن التوتال كوميوليتيف تايم رح يبقى أيضا 100، أما التوتال كوست رح يكون هو $50 في 100 رح يكون $5,000، وأن الأفريج كوست لليونت الواحدة في هذه الحالة رح يكون 5,000 على واحد، ويكون $5,000 سعر أو تكلفة اليونت. أما الزمن اللازم لحساب السكند يونت فرح يكون 80%، كون أنه الليرنينج كيرف ريت هو 80%، أو بالإمكان تطبيق الفورمولا الخاصة بالليرنينج كيرف اللي هي تي أوف 2 تساوينا تي 1 في N إلى B، وحساب قيمة البي أولا يتم حساب تي أوف N لحالة N تساوي 2، فرح تكون التايم ريكوايرد في هذه الحالة 80، أما التوتال كوميوليتيف تايم بدلالة الأورز رح يكون 100 زائدا 80 رح يكون 180، أي الزمن اللازم لإنتاج التو يونتس. أما التوتال كوست فرح يكون 180 في $50 رح يكون عندي $9,000، وأن هذه رح أقسمها على عدد اليونتس اللي هم 2، فرح يكون سعر أو رح يكون تكلفة اليونت الواحدة هي $4,500. أما الزمن اللازم لإنتاج الثيرد يونت وباستخدام الليرنينج كير فورمولا رح يكون بحدود 70 أورز، وأما التوتال كوميوليتيف تايم رح يكون تي 1 زائد T2 زائد T3، وبالنتيجة رح يكون عندنا التوتال كوميوليتيف تايم هو تقريبا 250 أورز، ومن خلال ضرب $50 في 250 رح يكون التوتال كوست هو $12,500 لإنتاج only 3 يونتس، وبالنتيجة رح يكون الأفريج كوست لكل يونت هو 12,500 تقسيم 3، رح يكون تقريبا تكلفة اليونت الواحدة هي $4,170. ما الزمن اللازم لإنتاج اليونت رقم 4 فرح يكون هو 64، ويكون إما بتطبيق الفورمولا الخاصة بالليرنينج كير فورمولا لتي أوف 4 تساوينا تي 1 في N اللي هي قيمتها 4 مرفوعة إلى قيمة الـ B عند الليرنينج كير بمقدار 80%، أو بإمكان حساب هذا التايم من خلال 80% من قيمة الزمن السابق اليونت الثانية اللي هي 80 أورز، وبالتالي رح نحصل على 64 أور، ورح يكون عندنا التوتال كوست هو 50 في عدد الساعات المتمثل بحاصل جمع عدد الساعات الكلي التوتال كوميوليتيف تايم واللي هو 314، وبالنتيجة رح يكون التوتال كوست 15710. في هذه الحالة يكون الأفريج كوست لحساب الكوست بير يونت رح يكون 15710 تقسيم 4، رح يكون 3927 دولار هو تكلفة اليونت الواحدة إذا كان الإنتاج عندي 4 يونتات. أما حالة اليونت رقم 5 فبالإمكان حساب التايم ريكوايرد لإنتاج اليونت رقم 5 والتوتال كوميوليتيف تايم والتوتال كوست وأيضا الأفريج كوست تايم بنفس الطريقة السابقة، وبالإمكان ترك هذا كهومورك لغرض حساب هذه القيم.